محافظة المفرق أيضا عاشت أجواء مبهجة استقبالا لعيد الأضحى المبارك، بدءا بالصلاة ثم صلة الرحم وشراء الأضاحي. وإلى التفاصيل. كما هو المعتاد بالتكبير والتهليل يبدأ العيد، صلاة وصلة رحم وأجواء فرح تشهدها محافظة المفرق في أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي ينتظره الجميع ليؤدوا شعائرهم تقربا إلى الله. كل عام بخير في هذا اليوم السعيد، عيد الأضحى، عيد المسلمين وعيد الرحمة وعيد الحمد لله والفضل لله، صلة الأرحام. طبعا هذا يوم من أجمل أعياد المسلمين. بدأنا بالصلاة في هذا المكان الواسع ليلتم فيه جميع الأخوان في محافظة المفرق وجميع السكان في هذا اليوم الفضيل. لا ننسى صلة الأرحام، زيارة الأقارب، زيارة الأهل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم هذا الوطن بالأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة. أعايد على سيدنا عبد الله، الله ينصره ويحفظه من كل ساية، ربي ينصره ويساعده ويعينه على الظالمين، عيال الحرام يتجنبهم عنه ويبعدهم عنا، وينصر بلدنا وينصر جميع المسلمين، كل غريب يردوا لبلاده يا الله. خروف العيد هو أبرز ما يميز الأضحى المبارك. بلديا كان أو مستورد جميعه يصح للضحية، ولكن يبقى البلدي كاسر الأرقام القياسية في أسعار الأضاحي التي يضحيها الناس بغية كسب الأجر والثواب. بالنسبة للأضاحي يعني والله شوفت عينك، الحمد لله الأمور كلها كويسة، والأضاحي عندك والله عندك من 240 250 البلدي، والروماني مثلا واليونزلندي هذا يعني أقل 120 130. الحمد لله أجواء حشمة وحلوة والله عيدوا علينا وعلى كل المسلمين بألف خير ونعمة. بالنسبة لأسعار الأضاحي أسعار مناسبة، يعني تراوحت من بين 240 ل 260. بالنسبة للضحايا الإبل تراوحت من 1008 ل 2000. هذا هو العيد في المفرق، أجواء دافية وتهافت على شراء الأضاحي وصلة رحم وتقرب إلى الله. أنس الحراحشة، رؤية.